عليك كلاب بيخاف. الو الو، ما ترد يا خش في الكلاب تحت الغرفه كده وسلوك كهربا معاك عريان. طب لو والله هنا مش مهم. حاضر حاضر. هو مركع قطط ميتة هيك، هو مع الكلبة كلهم ميتين. دي 10 قطط. دي جثث قطط يا دكتور؟ امال دي جثث ابويا؟ مش شايف دي قطط ولا ايه دي؟ محروقة. هي فعلا مش باينة، متفحمة قوي. ايوه. عايز اعرف من حضرتك كام قطة كنت حضرتك بتربيهم هنا؟ كتير، فوق ال 40. ومات منهم كام قطة؟ ما فاضلش الا 5 6. ماشي. وكانوا في الاوضه دي اللي وراك دي. تمام. وكم كلب حضرتك كنت بتربيه في هنا؟ في كلبتين ميتين هنا و... و... واربعة بره، وواحد نزل في المنور وواحد جري. تمام. ايه جهود الانقاذ اللي حضرتك بتقوم بيها لانقاذ ما تبقى من قطط وكلاب؟ ما انت اتصلنا بيهم، هم بييجوا ياخدوا الحاجات اهي اللي باقيه. تمام. تفتكر مين اللي حرق الشقة لحضرتك؟ الشقة دي بتاعت جوز والدتي، البيت كله باع اتوفى وكتب تمن البيت لأمي، وأهل جوز أمي حاربوني عشان يطلعوني من الشقة. ليا ورث أمي وليا بدل الشقة حوالي 1,000,000 جنيه. فبسبب مشاكل على الورث؟ على الورث ومراس امي 500,000. فلما فشلوا في اخراج حضرتك من بيتك لا عايزين لا بيقولوا لي خد متناية واخلع، لا اما هنهد البيت عليك. واول حاجه عملوها بعد ما حرقوا جابوا ناس قطعوا الغاز وناس قطعت الكهرباء عشان يجيبوا تصريح من محافظه الجيزه بهدم العماره. دخل عليا رئيس المباحث عنده حد منهم جوه، دخل زعق لي وقطع المحضر حتت وقال اكتبوا محضر من جديد، وقال احتفظ بالتهامي لاي حد لما يجي الطب الشرعي يتهم، وممنوع تتهم اي حد عشان الواسطه كبيره. انت بتقول لي انا ليه انقذت قطط وكلاب؟ لان انا نفسي حطيت نفسي في نفس موقف دكتور نبيل. انا عندي في بيتي 35 قطه وعندي كلب بلدي انا متبنيه رجله مقطوع، فانا حطيت نفسي في نفس الموقف. لو حصل لي كده هيكون موقفي ايه؟ وبتمنى ان يبقى في تعليم، بتمنى يبقى في ثقافه في مجتمعنا وما يعلموش الاطفال العنف ضد الحيوان، لان الطفل اللي بيبقى عنده عنف ضد الحيوان ده بيبقى مشروع، بيبقى قنبله موقوته ان هو لما يكبر يبقى ارهاب.